بسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. لما بنقرأ في سفر أعمال الرسل وفي بداية الكنيسة بالذات موقف حنانيا وسفيرة واللي حصل معاهم، ساعات بنتسائل ونقول طب ليه ربنا عمل كده؟ طب ليه ربنا ما سمحهمش؟ طب ما ربنا سامح ناس كتير قبليهم، طب ربنا ما فوت لناس، طب ما بطرس أنكر، بطرس نفسه اللي كان بيكلمهم ده هو أنكر وربنا يعني سامحه وقبل توبته، طب ليه ربنا ما ادهمش فرصة للتوبة؟ أسئلة كتيرة قوي ممكن تحيرنا. وأنا في الحقيقة ممكن ما يكونش عندي إجابة، لأنه ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. من يعرف فكر الله ومن صار له مشيرا؟ مين يقدر يقول ربنا عمل كده ليه؟ أعتقد مش سهل، مش سهل. فأنا ما أنا يعني بتكلم عن ضعفي، يمكن ما أقدرش أعرف ليه ربنا عمل كده وشمعنا دول وشمعنا الموقف ده، لكن أنا أقدر أستفاد من الموقف ده إزاي. أنا أقدر أقول أشكرك يا رب، أشكرك يا رب إنك لسه مطول بالك عليا، أشكرك يا رب إنك بتعاملني كرحمتك وليس خطاياي، أشكرك يا رب إنك لسه مديني فرصة للتوبة، أشكرك يا رب لأنك ما حطيتش عليا حكم سريع زي حنانيا وسفيرة، برغم إن ممكن أكون فعلا أنا بعمل حاجات زيهم أو أكتر. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. خلونا ناخد الموقف ده بشكل إيجابي ونشكر ربنا ونقدم توبة ونلحق قبل ما الوقت يفوت وقبل ما النهاية تدركنا سريعا. نقول له رب أعطيني توبة قبل أن يسد الموت فمي في أبواب الجحيم. علمني يا رب أبقى زي معلمني بطرس الرسول لما بكى عندما أنكر، وبكى بكاء مر، يعني بكاء في ندامة حقيقية، وأقول اللهم ارحمني أنا الخاطي كرحمتك يا رب وليس خطاياي، كرحمتك يا رب وليس خطاياي. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك، عاملنا يا رب كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفتك امحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلو إذا حكمت. مين أنا رب عشان أقف قدامك؟ ومين أنا رب عشان أستحق كل الرحمة دي؟ لكن أشكرك، 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 أشكرك من أجل طول بالك عليا، وساعدني رب أن يكون طول بالك سبب أن أنا أتشجع أن أنا أقدم توبة قبل ما الوقت يفوت. سامحني وارحمني وساعدني وقويني، لأن لي كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.